شنو الاحوال؟ الحمد لله. وما طلبتوني يعني قبلتكم. عايشك بارك الله فيك. انا عندي مبدا بالموصل للجميع، كل نائب يطلبني نقبله. قل لي علاش؟ مش صدفه، لان السياده راهي عند الشعب، ينساه كلهم، اللي يقول لي وزير ينسى اللي مش هو صاحب السياده. والشعب لممارسه السياده عنده نوب ناس، نوب الرئيس ولا هو منتخب معناها مباشره من الشعب، ولو هذايا نسووه مش مع الاخرين. ونوب نواب شعب، مش نوابهم معناها، ولو مش فرد تمثيليه لكن سواسيه بالنسبه لتمثيل الشعب. ولهذا في نائب يطلبني، وخاصه اذا كانوا جماعه اهلا وسهلا. ونعرف اللي هذا يحرج غيري، انا ما يحرجنيش. تبدا بالموصل على الناس كل، ومش معناها كيجي يقولوا لي حاجه انا نمشي بها، هذا خدم العقل نتاعي غربل شويه، فهمت ولا لا؟ على كل حال فيما يخصكم انتم، نعرف اللي انتم خليتوا مبادره، وانا البارح برك جبتها في المجلس، يعني الى متى باش نقعدوا واحد النهار كل ونحن نثموا في بعضنا وما نثموش بالصواب ولا بغير الصواب؟ المهم هو كون نوصلوا الحل. انا راني ما نحبش ندين النهضه على خاطر هما نهضه، اذا كان ثم حاجه وقعت ما نعرفش بيه. ولكن اللي يهمني انا مش التنظيم ولا ما عدم التنظيم، يا نرى عندهم دخل في حكايه الاغتيال ولا لا. اذا عندهم دخل انا ما غلطتش عليهم صراحة، أنا التزمت التزام أخلاقي، ولو هما ولات الأخلاق ما عادش عندها معنى في البلاد هذه. هو كونه نعتبر الشيء اللي وقع في الاغتيال ووصمة عار في جبين التوانسة الكل، مش معقول، فهمت ولا لا؟ هكاك يعني دولة مستقلة ذات سيادة، وعندنا برلمان، ونهارة البرلمان اللي بيجتمع، فهمت ولا كذا، تقع الأمور هذه. ما انا ما عادش فما دولة. سي اوسي سامبل كو سا. ولهذا يعني المسألة لازمها تاخذ حظها. توا ولات حكاية الاخر عنده 300 مليون والاخر 10 مليون. فضايح هذه. إلى متى؟ شنو باش نزيد نغطيو في الموضوع هذه؟ أنا ما نغطيش على كل حال، أنا نقول لك. وما عنديش حسابات، ما عنديش أنا حسابات. بصفة عامة. أنتوما من حقكم أن تتسألوا. فين أن تطلبوا، وأنا يعني يلزم نوصلوا للحقيقة إذا كان أمكن. وأنا نعتقد هذا فيه خلاص لتونس إذا كان وصلنا للنتيجة، يعني إيجابية ولا غير إيجابية، لكن نغلقوا هالباب هذا. ونقول لك ما دام القضية في الغموض راهو معناها مش باهية بالنسبة لتونس بصفة عامة، لا بالنسبة للحقيقة. حتى الثوريين هذوما، الثوريين راهو الثورة الحقيقية هي الحقيقة. أشنو الثورة وهي الحقيقة، سي لا فيريتي. وإحنا نحبوا هذا، هي لا فيريتي، ما نحبوش غير، لا نحبوا نزيدوا ولا نحبوا نقصوا. هذا هو علاش قلت تفضلوا. أنا في البارحة كان في البارحة وفي البرنامج أخي عندي الاجتماع نتاع المجلس هذا اللي توا قايمين عليه القيمة، واش تجبد في المواضيع هذه؟ وش قال نعمل؟ شنو واش نسجد؟ هذيك الخدمة تاعي. اللي يتقلق يتقلق معناها، تجيه في صبر معناها، شنو نقول لك أنا معناها؟ واللي ما يتقلقش معناها هذا، وأنا مش متقلق. هذا اش حبيت نقول لكم، مرحبا بكم. يعيشك في الرئيس. احنا الحقيقة جات المبادرة على خاطر توا من نهار 2 أكتوبر أول ندوة صحفية عملوها هيئة الدفاع. وقالوا حقا انا راني قبلتهم زاد. اي انا البارح قلت لهم بكل صراحه، قلت لهم انا راني مواقفي معروفه، عندي 60 سنه نعم في السياسه، اما توا انا رئيس الدوله، مش ارائي انا هو اللي مش هذا هو وباش كل انسان يجيني يكون مطمئن، معناها لاني ضده ولاني عندي موقف معناها كذا، انا مع الحقيقه. وإذا كان رئيس الدولة ما يكونش هكاك ما يستاهلش يكون رئيس دولة.
أنا أمانة أقول لك بكل صراحة توا نشوف كيف نفكر أمانة. أنا حضرت على الناس اللي طرقوا عليهم إيه وشوف والتوا والتوا بني قشعر ما واحد. أنا كتبت كتاب فيها ما عش مش كتب زي أنا رأوا ما ظروف زي فرض الثوى أقبل عليه وما كلمنيش عليها توا مشى على روحه وكذا نف أبريل دم النف اللي هو مازال موجود. أنا واحد تحكم عليه بالإعدام واحد اثنين مش ثلاثة عشرات راهم تحكم عليهم بالإعدام. شوفوا المقابر كلها مليانة في الساحل وفي في قفصة وفي في 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 سيدي بوزيد وفي كل بلاصة كلها مشى يعني مشينا طلينا عليه. ولكن ما تنجمش تشوف ايش يحس الانسان كي يقرا واحد قدامه محكوم عليه بالاعدام وتعرف اللي مش لفظ عليه الاعدام. ما تنجمش تعرف ايش يحس الانسان كانش اللي ما عندوش احساس. وهذايا مشيت له ومشي انا نمت عليه نعم عليه واحد اخر توفى قال لي امشي معايا. قلت له يزيني انا في الصباح انا الكل في المحاكم والعشيه الكل في الحبوس. قال لي تنفس. قال لي لا امشي معايا هو شدوا بعضنا. والله الرجل اعطانا درس درس التوى كي تفكروا قول يا ربي سامحنا. قال انتوما عندكم شهيد بتاع فرنسا بتاع فرنسا شوف هو من راس الجبل وقت اللي يجي الاستقلال تونس حشتها بكم انتوما اكثر مننا نحن. أما أكل الاستقلال هذاك راهو شيء عالي بعيد كيف السدة ما يقراو في البعد عندهم السدة الفوق باش توصلوا لها يلزم تطلع فك السلوم وكل ساقين السلوم هذوك أجسادنا أحنا ونعرف. ولكن نحب نقول لكم أحنا رانا متهيئين لهذا بقى نهار تستقل تونس عاد ما تنساولاش راهو تكلف علينا غالي والله العظيم. ودوروا كاش قشابيه تاع المحكوم عليهم بالموت نعرفهم الكل دور وخلانا غالي. انا قلت له معايا توفيق بن مرحم الله يرحمه هو الرئيس هو اللي كان رافع عليه. قلت له يا توفيق هذا لازم نرجعوا له والله العظيم. سيتي لتروا ديسمبر 3 ديسمبر 52 هاي قلت نرجعوا له. 5 ديسمبر فرحات حشاب وقع قتال وقعنا نلوجوا وينو فلان وين الكل مشدوهم كل واحد في المحتشد تاع العرور والاخر في المحتشد تاع الدرس وحاصل وتتا قلت له بدنا نرجع له. رجعت له نهار 9 بغيتو عذبوه نهار 8 هو ومن معاه والله العظيم توا قدام توا عندي غصه في قلبي حيث شي مساله بسيطه هذه يجي واحد معناها يقتلوه يطيشوه هكا في النهار وفي الليل والشعب يتفرج والدولة معناها تتفرج شنو الدولة هذه؟ عندها قيمة. تشرفنا اليوم بمقابلة سيد رئيس الجمهورية مشكور على أنه قبلنا. احنا جينا نيابة على كل النواب الممضين في الشكوى اللي قدمناها ضد الجهاز السري. جينا سيد الرئيس بصفته رئيس الجمهورية وكذلك بصفته رئيس المجلس الأمن القومي ولأنه لاحظنا أنه مع الأسف ما ثماش تعاطي جدي للقضاء بالنسبة للقضية هذه. كذلك هو عنده صلوحيات بالمرسوم اللي نظم مجلس الأمن القومي طلبنا منه أنه يفعل صلوحياته وكان وعدنا أنه بشي يزيد يركز على هذه ويتابع القضية هذه لأنه الوضع الأمني في البلاد معناتها خطير والشيء اللي معناتها كل مرة نكتشفوه يزيد ما يطمناش على مستقبل البلاد.